السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض موضوع الأعلاف. في الفيديو اللي فات تكلمنا عن أساسيات تكوين الأعلاف، وإن أي علف بيتكون من أربع مكونات أساسية، وهي النشويات أو الكربوهيدرات والبروتين والألياف والإضافات. وتكلمنا عن أهم مصادرهم، أهم مصادر، أهم الخامات العلف المتوفر فيها النشويات، وأهم خامات العلف المتوفر فيها البروتين، وأهم خامات الأعلاف المتوفر فيها الألياف. وتكلمنا عن فايدة كل منها ونسبتها بتكون قد إيه في العلف، وزيادتها بتسبب إيه مشاكل. زيادتها بتسبب، لو زادت زيادة عن حد المسموح به قلنا بتعمل مشاكل، وتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. وإزاي تختار مكونات العلف على أساس نسبة البروتين والسعر، طبعا مع الأخذ في الاعتبار استساغة الطعم. يعني ممكن تكون علف بروتين عالي وسعر رخيص بس الغنم ما بتحبوش، يبقى علفك زي قلته هيترمي في الزبالة. كل الحاجات دي بحيث انك تقدر تكون علف بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن. والنهاردة إن شاء الله في الفيديو هنكمل مع بعض وهنعمل مجموعة خلطات للتسمين، وكمان هنعرف مع بعض طريقة حساب نسبة البروتين في العلف. ازاي تعرف تحسب نسبة البروتين في العلف؟ وفي الاخر هقولك طريقة بسيطة تعرف بيها علفك كويس ولا لا من غير حساب نسبة البروتين. طبعا الناس اللي ما بتعرفش تحسب بالورقة والقلم، والناس اللي ما فيش معامل قريبة منها، ما فيش معمل قريب منها عشان يودي ياخد عينة يروح يحللها في المعمل، هنقول لك طريقة بسيطة عملية، طريقة عملية تعرف بيها العلف بتاعك ماشي كويس ولا العلف فيه مشكلة، وتعرف عن طريقها تصلح العلف بتاعك لو العلف فيه مشكلة، او تصلح الغنم، تعالج الغنم لو الغنم هي نفسها اللي فيها مشكلة. وطبعا عشان تعرف تحسب نسبة البروتين في العلف بتاعك لابد تعرف نسبة البروتين في كل مكون من مكونات العلف اللي انت مستخدمها. وطبعا انا دورت في النت كتير بس اغلب الجداول مش متوافقة خالص مع بعضها. طبعا على فكرة في جداول كلها صحيحة بتكون حطها شركات محللة الخامات اللي عندها. طبعا الذرة بتختلف من نوع لنوع، وبتختلف من بلد لبلد، وبتختلف على حسب نسبة الرطوبة. كل دي بتأثر نسبة البروتين، بتأثر فيها الذرة فيها نسبة رطوبة، او المكون عموما، يعني مش قصة الذرة بس، اي مكون مكونات العلف فيه نسبة رطوبة، نسبة الرطوبة كل ما زادت بتقل نسبة البروتين، لان يعتبر فيها نسبة مية عالية لنفس المكون يعني. فكل العناصر دي بتأثر في نسبة البروتين. فممكن واحد يحل ياخد عينة من الذرة عنده يحللها ويلاقي نسبة البروتين فيها 7، واحد تاني ياخد الذرة نفسها ويحللها يلاقي فيها نسبة الذرة 8.5. ده ممكن بيكون بسبب نسبة الرطوبة، هنا كان فيها نسبة رطوبة عالية وهنا اتحمصت الذرة كويس. فالمهم هنذكر العناصر الأساسية اللي احنا هنستخدمها، وهنذكر نسبة البروتين ان شاء الله اللي هتجيب الحساب صحيح ان شاء الله اقرب ما يكون. هناخد ارقام متوسطة، ومعلش 1% فوق 1% تحت زيادة مش هتفرق كتير، يعني حتى 1.5 فوق 1.5 تحت مش هيزعل. المهم تعرف نسبة بروتين تقريبية، والنسب هي طبعا يا ريت يكون معاك ورقة وقلم عشان هنذكرها لك بالكلام. الذرة عموما بأي نوع احنا هنعتبرها، سواء اصفر سواء ابيض هنعتبرها 9%. القمح 12%. الاول خلينا الذرة 9%، الذرة الصفراء او الذرة البيضاء، والذرة العويجة هتكون 11%. الذرة الصفراء او البيضاء 9%، والذرة العويجة او الذرة الرفيعة هنعتبرها 11%. القمح او الغلة، لان في ناس بتسميها قمح وناس بتسميها غلة، في كل بلد بتسمى على حسب المنطقة بتاعتها. القمح او الغلة 12%، وهنعتبر الشعير هو كمان زي القمح 12%. الردة او النخالة، الخشنة طبعا احنا مش هنستخدم غير الخشنة، الردة او النخالة 15%. كسر الفول هنعتبره 30%، بس انا لما بنتكلم على الكسور بنتكلم على كسر صافي، كسر سليم، كسر صافي يعني ما فيهوش اي قشر او في نسبة قشر خفيفة خالص، ما فيهوش اي اضافات تانية محطوطة معاه، مكونات تانية متخلطة معاه،
لا بتكلم على كسر صافي. كسر الفول هنعتبره كسر الفول النظيف هنعتبره 30%، هو مش هيوصل 30%، هو ممكن اخره 28 بس مش مشكلة نعتبره 30. كسر الفول 30%، كسر البسلة الصافي اللي هي بتكون زي الذرة المدشوشة، زي الذرة المدشوشة، مش قشر، مش كسر بسلة ناعم، في كسر بسلة ناعم، في كسر بسلة خشن. كسر البسلة الخشن 28%، كسر الحمص، حمص الشمل أو حمص الطبيخ 28% كسر خشن، كسر الحمص، كسر البسلة قلنا 28، كسر الحمص 20، كسر الترمس الحلو، لأن الترمس المر ما بينفعش في العلف، الترمس المر بيسبب إسهالات، الترمس الحلو هو اللي بيستخدم في العلف. يعني عشان تعرف تفرق بين الترمس الحلو والترمس المر، لو متوفر عندك تاخد حتة وتمضغها تاكلها في بقك، لو عرفت لو طعمها حلو خلاص ده ترمس حلو، مر ما تستخدموش للغرم نهائي لانه هيسبب لك اسهالات وهيسبب لك مشاكل كتير. قلنا كسر الترمس الحلو 19%، كوز بفول الصويا، طبعا ده الشكاره بيجي مكتوب عليها، كوز بفول الصويا في منه 44% بروتين وفي منه 48% بروتين، دي مكتوبه على الشكاره. كوز بالسمسم 42%، كوز بدوار الشمس بقشره اللي هو البلدي بتاعنا اللي في مصر 25% تقريبا، كوز بدوار الشمس بالقشر مش مقشور 25%، المستورد منه 30 وبيوصل ل 35%، في منه استرالي بيجي وفي منه بيجي من روسيا، في منه بيجي من روسيا بنسبة فيه 32% تقريبا. بذرة القطن بقشره طبعا 19%، القشور طبعا على حسب نسبة الكسر فيها، ما لهاش نسبة معينة، يعني ممكن تجيب قشر فول بلدي نسبة لو توديها المعمل وتحللها ممكن تلاقيها 10%، وتجيب تاني قشر فول بلدي ما تلاقيهاش 5%، ففي تفاوت جامد على حسب نسبة الكسر في القشور، فدي هنسيبها مفتوحة على حسب تقديرك بعينك. قشر تقيل تحط له ما بيتجاوزش فوق 10% القشور عموما كلها، سواء قشر صويا، سواء قشر فول بلدي، سواء قشر حمص، القشور كلها ما بتتجاوزش اخرها 10% لو فيها نسبه كسر كويسه. طب دلوقتي بقى هنبدا باول خلطه، ودي تعتبر الخلطه البسيطه والخلطه الاساسيه، وتعتبر هي ارخص علفه من ناحيه وقصاد نسبه البروتين، ارخص علفه قصاد نسبه البروتين، وهي دي العلفه الاساسيه المستخدمه، لان العناصر الثلاثه بتوعها بتكون تعتبر سعرها شبه مستقر طول السنه، شبه مستقر، لان علف البادي بتاع الفراخ الثلاث عناصر الاساسيه موجوده فيه باستمرار، فبتحكم فيها البورصه فاسعارها شبه مستقره طول السنه. الخلطه الاولى وهي 60% تشيشه خشنه اللي هي الذره الصفراء المدشوشه، الذره الصفراء المدشوشه خشنه 60% زائد 25% كسب صويا 44% زائد 15% نخالة خشنة أو ردة خشنة. هتحسب نسبة البروتين إزاي؟ زي ما قلنا نسبة البروتين في الذرة 9% وفي كسب الصويا 44% وفي النخالة 15%، هتحسب 60% ضرب 9% ضرب نسبة البروتين في الذرة، ده يعتبر نسبة البروتين اللي في العلفة اللي هي موجودة في الذرة، خمسة نسبة البروتين الموجودة في العلفة من الذرة 5.4 زائد 25% كسب الصويا 25% في نسبة البروتين في الصويا 44 زائد 15% نخالة 15% ضرب 15 نسبة البروتين في النخالة تديك نسبة البروتين في العلفة 18.65%، يعني تقريبا قول 18%. طبعا في اضافات بتنحط، ما ننساش الاضافات، والاضافات دي ان شاء الله هنعمل لها فيديو مخصوص باذن الله، لان فيها كلام كتير طبعا ممكن ما نتحطهاش نهائي والغنم تطلع 100%، وممكن نستخدمها على حسب الحالة، حالة القطيع، القطيع حالته الصحية كويسة تمام، القطيع حالته تعبانة
بنظبط له، بنشوف ايه التعب بتاعه وبنحط له المكون، او بنمشي بنسبه ثابته على طول في العلفه. والاضافات بتشمل مخلوط البريمكس، فيتامينات والاملاح، و خميره العلف ومضاد السموم. خميره العلف ومضاد السموم والبريمكس اللي هو مخلوط الفيتامينات والاملاح، دول الثلاث مكونات الاساسيه، دول الثلاث مكونات الاساسيه اللي بتتحط للاضافات. طبعا في اضافات كتير تاني، في اضافات كتير، بس احنا دول قلنا الاساسيين. في كربوناتو، وفي الجير الحجر الجيري كربونات الكالسيوم، وفي الكربوناتو قلنا، وفي ثنائي الفوسفات مصدر الفوسفور، ثنائي فوسفات الكالسيوم. في عناصر كتير بتنحط على حسب الحالة، او على حسب كمان نوع القطيع. ان هنعمل ان شاء الله فيديو عن علف تسمين الامهات، علفة الامهات، لان الامهات بتحتاج اضافات غير اضافات، بتحتاج اضافات معينة بتزيد، زي الكربونات الكالسيوم بتزيد في العلف، بتزود كربونات الكالسيوم لانها مصدر للكالسيوم، وفي نفس الوقت الكربونات الكالسيوم مع ثنائي الفوسفات كالسيوم وفوسفور عشان العظم وعشان اللبن، عشان الجنين اللي في بطنها، الجنين اللي في بطن الام بيحتاج كالسيوم وفوسفور للعظم، وبتحتاجه برضك في الرضاعه عشان اللبن. فدول بيبقوا محطوطين بنسبه اعلى من النسبه اللي بتتحط في علفه التسمين. طيب دي العلفه الاولى، سعرها حاليا في الوقت الحالي في حدود 4 جنيه و80 قرش. سعر العلفه دي حاليا الذره ب 4 جنيه، الذره المدشوش، الصويا ب 7.5، والنخاله ب 3.5 تقريبا. نحسبها تطلع لك حوالي 4 جنيه و80 قرش. يعني لو تقسم، لو تقسم ال 480، 4 جنيه و80 قرش، 480 على نسبه البروتين 18.56، تطلع لك 25 تقريبا، 25 قرش. يعني كل 1% بروتين بربع جنيه، 25 قرش. تعتبر دي تقريبا ارخص علفه تقدر تكونها. طبعا انا بتكلم عن العناصر الاساسيه الموجوده، في ممكن تجيب مخلفات بس نظيفه بسعر رخيص وبروتين عالي، وتديك بروتين اعلى بسعر ارخص، بس المخلفات مش موجوده باستمرار. لكن دي عناصر الثلاث اساسيه موجوده باستمرار في اي مكان، هي المفروض موجوده في اي مكان، بس في ناس كتير بتقول لي مش موجود كسب الصويا. على العموم يبقى سيبك من العلفه الاولانيه اللي مش متوفره عنده كسب الصويا. في علفة تاني هنستخدمه، علفة تاني ما فيها، لا التانية فيها كسب الصويا برضه، التالتة مش هنحط فيها. العلفة التانية هي 40% دشيشة ذرة مدشوشة، زائد 30% قمح أو غلة، زائد 20% كسب صويا، زائد 10% نخالة. العلفة دي إن شاء الله نسبة بروتينها 17.5%، هنحسبها هي كمان معاكم دلوقت، وان شاء الله بعد كده تحسب لوحدك الباقيين. دي البروتين بتاعها ان شاء الله 17.5 باذن الله. دي تبقى 40%، 40% ذره اللي هي ضرب 9 زائد 30% القمح، قلنا 12% زائد 20 قسم صويا، 20% في 44 زائد 10% نخالة، 10% في 15، طلع لك 17.5. نسبة البروتين فيها 17.5، بس سعرها هيكون أعلى بسبب القمح أو الغلة، لأن القمح يعتبر أغلى من الذرة حاليا، بيفرق حوالي جنيه. يعني العلفة دي ممكن توصل لخمسة جنيه. شوف البروتين أقل والسعر يعتبر أغلى. لو هنحسبها تكون السعر 40 في 4 زائد 30 في 5 زائد 20 في 7.5 زائد 10 في 3.5 بتساوي 495. يعني على 100 كيلو، على 100
4 جنيه 95 يعني 5 جنيه الا 5 قروش، ونسبه البروتين اقل والسعر بتاعها اعلى يعتبر ب 15 قرش من الخلطه الاولانيه. فكزب الصويا يعتبر هو ارخص مصدر البروتين. طيب واحد تاني ما عندهوش اصلا كزب الصويا، ناس كتيره بتكلمتني وقالت لي ما فيش كزب الصويا خالص عندنا، هنعمله علفة تعتبر بمكونات ما فيهاش كزب الصويا. هنختار اي علفة تعتبر 30% ذرة مدشوش زائد 20% قمح او الغلة زائد 20% شعير زائد 20% كسر فول زائد 10% نخالة. طبعا بنأكد المرة التانية الإضافات، أنا الحساب يبقى تقريبي طبعا بيبقى عليهم حوالي يعني لو اتحط 5 كيلو 3 تقريبا عليهم كيلو، تقريبا بتحط عليهم كيلو إضافات، الإضافات متخلطة مع بعضها تحط على المية حوالي كيلو، حوالي كيلو إضافات. المهم ما بننساش الإضافات، والإضافات اللي قلنا هنعمله لها فيديو مخصوص عشان تعرف إمتى تحطها، لو مش عاوز تحطها ما تحطهاش، عاوز تحطها هنقول لك امتى ان شاء الله. قلنا العلفه اللي قلناها دلوقتي نسبه البروتين فيها 15%، نسبه البروتين فيها 15%. طيب العلفه الرابعه ان شاء الله 55% تشيشه ذره مدشوش زائد 30% كسر فول زائد 15% نخاله او رده خشن، او رده خشن. 55% ذره مدشوش 30% كسر فول 15% نخالة، نخالة خشنة أو ردة خشنة. نسبة البروتين فيها ديت إن شاء الله 16.2. العلفة الخمسة تقريبا دي أو الرابعة، الخمسة قلنا 20% ذرة مدشوش 20% قمح 20% نخالة 20% كسب دوار الشمس 20% شعير. نسبة البروتين فيها 14.6. والخلطة الأخيرة 30% ذرة مدشوش و 30% كسر بسلة و 15% نخالة و 25% قمح أو غلة. نسبة البروتين فيها 16.4. في علفة كمان اهي، لا لا كده خلاص 16. نسبة العلفة الأخيرة نعيدها مرة تاني، 30% ذرة 30% كسر بسلة، طبعا انا بتكلم على كسر بسلة خشن عشان في كسر بسلة ناعم كده زي التراب، لا ما بتجيبش نسبة البروتين اللي انا حاسب بيها، انا حاسب نسبة البروتين كسر بسلة على 28 اللي هي بسلة خشنة نظيفة، و 15% ردة و 25% قمح او غلة. نسبة البروتين فيها 16.4. دي بالنسبة المجموعة خلطات. ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله هنعمل هنكتر مجموعة الخلطات، بس اللي محتاج اللي عنده عناصر في التعليق ان شاء الله على الفيديو، اللي عنده اي عناصر متوفرة يكتبها لي في التعليق، وان شاء الله هنعمل بيها علفة باذن الله، لان في ناس بتقول عندنا في عناصر كتير من ديت من المكاتبة مش موجودة عندنا، فيقول لي العناصر المتوفرة عنده عشان بحيث اعرف اعمل له علفة بالعناصر المتوفرة عنده. في نقطة طبعا بالنسبة للغنم، الغنم بتحب العلفة الخشنة، يعني بتحب التنوع كمان، يعني كل ما كتر الأصناف في العلفة 5 6 أصناف 7 ما فيش مشكلة بيكون أفضل للغنم، الغنم بتحب التنوع، ولكن بيجبرك كمزرعة تسمين مش كواحد بيربي خروف أو اتنين في البيت ما بيستخسرش بيجيب ما فيش مشكلة، لكن المشكلة في مزرعة التسمين بتحسبها بالقرش، يعني ما ينفعش انا اخلط للخروف انواع كتيرة تطلع لي العلفة بخمسة جنيه وبروتين فيها مش وصل 16%، ما ينفعش. لا الدشيشة الخشنة الذرة المدشوش يعني وكزب الصويا والردة الخشنة بتديني بروتين اعلى، بروتين ممتاز، والغنم بتاكلها وبتحبها كمان، وانا عن نفسي بشتغل عليها بتديني تحويل فوق الممتاز، بس تحاول الردة تبقى خشنة، وعشان كزب الصويا بيبقى يعتبر مطحون ناعم، والدشيشة هي اللي تخليها خشنة عشان تخشن العلف، الذرة المدشوش هي اللي تخليها خشنة عشان تخشن العلف. اما الذرة المدشوش ب 4 جنيه واحط قمح قريب بالفرق نسبة البروتين بسيط بس ب 5 جنيه، لا الفرق غالي، لكن في الموسم القمح
بتكون سعره زي سعر الدشيشة تقريبا. يعني الذرة بتكون بأربعة جنيه وهو بيكون بأربعة وربع، أربعة وبريزة، أربعة وربع، يعني في حدود الأربعة يزيد ربع جنيه تقريبا أو 30 قرش عن الدشيشة. فالفرق بسيط. لا اللي ممكن تحط بدل الذرة تحط القمح كله، تحط 60% قمح هتزود لك نسبة البروتين. انت ممكن تشيل في اول علفة تشيل 60% دشيشة وتحط مكانهم 60% قمح او غلة، نسبة البروتين ان شاء الله ممكن توصل 19.5. لما تشيل دول ممكن نسبة البروتين توصل 19.5، والسعر هيكون قريب، هيزيد ممكن 10 قروش او حاجة بسيطة. الطن يعني هيزيد 100 جنيه، مش هيزيد كتير. طبعا علفة دي كلها اسمها علفة مركزة. العلفة اللي عملناها دي كلها اسمها علفة مركزة، يعني ما فيهاش اي نوع من الاتباء خاليه من التب. ده اسم العلف المركزة. الخروف بياكل منها كام؟ 3% من وزنه، بتتقسم على وجبتين في اليوم. يعني الخروف ال 50 كيلو بياكل في اليوم 1.5 كيلو، بيتقسم 1.25 كيلو الصبح و 1.25 كيلو بالليل. 1.25 كيلو الصبح و 1.25 كيلو بالليل. طيب واللي يملى بطنه ايه؟ يملى بطنه بقى اي مادة مالئة اللي هي الالياف. عندك دريس، وده افضل حاجة الدريس الحجازي اللي هو البرسيم الحجازي المجفف، ده انضف حاجة. ما عندكش دريس ممكن تستخدم عرش السوداني، عرش الفول السوداني بتاكله الغنم ممتاز. ما عندكش، في تبن الفول، في تبن الفاصوليا، في تبن القمح، ده طبعا ما بتاكلهوش الغنم لوحده، فلازم يتخلط على العلف. بس التلات بعد وزن 3%، يعني 10 خرفان في 50 كيلو هياكلوا لهم 15 كيلو علف في اليوم. 15 كيلو علف، توزن ال 15 وتحط عليهم التبن، مش توزن ال 15 كيلو هو في وسطهم التبن، 15 كيلو تحط عليهم التبن بعد كده. طبعا وخلي بالك لو الغنم مش متعوده على العلفه، خلي بالك من اللكمه اللي يبقى فيه تدريج. لو انت ما بتاكلش ال 3% هتتدرج واحده واحده، وارجع لفيديو استقبال الاغنام عشان تعرف ازاي تدرج للعلف واحده واحده. متكلم عن اللكمه بالتفصيل، عن استقبال الاغنام بالتفصيل. في واحد في التعليقات على الفيديو اللي فات كان كاتب عن استخدام الشعير المستنبت مع العلفة. طبعا الشعير المستنبت يعتبر بديل البرسيم، ما يعتبرش علف ابدا. يعني كيلو الشعير بيديك حوالي 10-15 كيلو شعير مستنبت. ما استخدمتوش انا قبل كده، بس تقريبا الرقم ده كده يعني قريب منه. الزيادة دي كلها مية، الزيادة كلها مية، مش زيادة في الوزن، زيادة مادة جافة، لا زيادة في المية. زائد تحليل حبة الشعير لسكريات بسيطة سهلة الهضم للأغنام الصغيرة، للأغنام الحلاب، للأمهات اللي بترضع، 100% حاجات سريعة، سكريات سريعة الهضم، تحلل النشا اللي في حبة الشعير إلى سكريات سريعة الهضم، فده كويس. لكن تستخدمه وهو أخضر جامد بيسبب إسهالات مع العلفة، تبقى علفتك راحت في الزبالة. لو تأكل شعير مستنبت بكميات كبيرة مع العلفة والشعير مستنبت يكون أخضر طري. طبعا المفروض اللي بيستخدمه هو عارف بيستخدمه ازاي، لأن المفروض ان هو يدبل شوية ما يتاكلش مباشرة عشان ما يسببش إسهالات. ولكن إذا كان بيأكله مباشرة وما بيسببش إسهالات ما فيش مشكلة، يبقى تستخدمه عادي، بس بعيد عن حصة العلف. انت لو استخدمت دريس حجازي مجفف سعره هيعتبر قريب جدا من سعر الشعير، من سعر الشعير المستنبت. هتستخدمه افضل ويتخزن براحته مجفف، نسبه بروتين فيه حوالي من 12-14%، والغنم بتحبه جدا تاكله ممتاز، فما فيش مشكله مع العلفه ويملى بطنه. كذلك لو هتستخدم الشعير المستنبت وعندك متوفر، يبقى هتدي وجبه العلف وتاكله شعير مستنبت بعد وجبه العلف. هي ما تعتبرش نسبة البروتين في الشعير المستنبت واطية خالص، ما تتجاوز يعني يعتبر برسيم الأخضر في نسبة البروتين فيه حوالي 3-4% 5%، 3% 4% برسيم الأخضر، 90% منه مية برسيم، 90% منه مية. أما الدريس 10% منه مية رطوبة، بتبقى 10% بس، فبتطلع منه نسبة الرطوبة ويقعد البروتين في الدريس. كذلك الشعير المستنبت، الشعير المستنبت الشعير تقريبا زي ما احنا كاتبين 12%، 12%
هي لما الكيلو هيتحول لخليه 12 كيلو، يعني معنى كده نسبة البروتين قل اسمها على 12، يعني 1.2 2%، الباقي كله مية، سكريات سريعة سهلة الهضم بس، ولكن كنسبة بروتين هو مش بروتين عالي، يعتبر مادة مليئة، مادة مليئة ويعتبر مصدر العديد من الفيتامينات والأملاح بس، لكن ما يعتبرش جزء من العلف. طب دلوقتي واحد ما بيعرفش يحسب الورقة والقلم، وبيعرفش جايب مكونات، خلينا ما بيعرفش يحسب، جايب مخلفات متخلطة على بعض، بتيجي مخلفات من المواني، ذرة على صويا على غلة على شعير متخلطة على بعض، ما تعرفش تحسبها إلا بالمعمل، إنك أنت مش عارف النسب بتاعتها كام. الطريقة بسيطة جدا، استخدم طريقة عملية، إلا اللي عندك معمل وديت المعمل، حتى لو وديت المعمل على فكرة إن الخلطة مش متجانسة باستمرار، البواقي في المواني ما بتكونش بيبقي لك بالوزن طن ولا نص طن ولا ربع طن، لا ده مخلفات من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية بتتجمع علفة، بيجي التاجر بياخدها، كنسة البواخر كنسة المواني، لكن ما لهاش نسبة معينة، ممكن تاخد عينة تحللها تعينها من اول العربية من اول الكونتينر غير من اخر الكونتينر، هتلاقيها مختلفة خالص، ما مش هتيجي نفس النسبة لان الخلطة مش متجانسة. المهم دي ملهاش غير التجربة العملية، تجربة عملية بسيطة خالص، وهي ان يكون عندك ميزان، طبعا يكون عندك ميزان، لان لازم اي مزرعة تسمين الميزان المداومة بالميزان، دي شيء اساسي، على الاقل كل 15 يوم تعمل اختبار على الوزن عشان تعرف غنمك ماشي حلو او العلف ماشي حلو. اختبارها تعمل كالتالي، هنفترض ان هي غنم برئي، لان من نوع لنوع بتختلف معدل التحويل، نسبة التحويل نعتبره الغنم برئي، تعتبر هي اقل معدل تحويل الغنم البرئي في مصر. المعدل التحويل الخروف البرئي من 5-7 كيلو، بتوصل 8 كيلو، يعني ممكن نقول 6.5 معدل الزيادة الشهرية للمجموعة ككل، 6 كيلو ونص، طبعا في حالة بتوصل لسبعة ونص بس احنا كمتوسط يعني، بس احنا بنقول على المتوسط لان نسبة كبيرة من الغنم البرئي بتبقى تعبانة بسبب الراعي مش بسبب الغنم نفسها، الغنم نفسها ممتازة بس هي بسبب صاحب الغنم نفسه. المهم لنفترض طبعا الحساب ده ما ينفعش على خروف ولا اتنين ولا تلاتة، خروف ولا اتنين ولا تلاتة ممكن يكون الخرفان نفسها هي اللي تعبانة، ما ينفعش تختبر عليهم، على الاقل 15 او 20 خروف مثلا، دخلت 15 او 20 خروف بتوزن الغنم، توزنهم وتعرف متوسط وزنهم كام، طلع مثلا متوسط الوزن 25 كيلو، دخلتهم على العلف من اول، طبعا بس العلف تكون متعودة على الغنم، تكون متعودة على العلف يعني اخ واخد حصتها الكاملة، يعني ال 25 كيلو ده ل 750 جرام، يعني كيلو لربع علف في اليوم مقسومين على وجبتين، ويملى بطنه بالمادة المالئة براحته. وزنت قبل الفطار، مواعيد العلف تكون ثابتة، وزنت قبل الفطار بساعة توزن قبل الفطار بساعة، وزنت بعد الفطار مباشرة توزن بعد الفطار مباشرة، يعني اليوم اللي هتوزن فيه زي ما وزنت المرة الأولانية توزن المرة الثانية، اوزن طلعك المتوسط 25 كيلو ال20 خروف. جيت بعد 15 يوم بتوزن، لقيت الغنم بدل ما متوسط 25 الغنم متوسط 28 كيلو، الغنم متوسط 28 كيلو، معنى كده علفتك ان شاء الله حلوة والغنم حلوة بإذن الله، يعني هيديك متوسط 6 كيلو في الشهر، مقبول مقبول على الغنم، هو المفروض تبقى 28 كيلو ونص هو 28 كيلو وربع، مش مشكلة كده تبقى علفتك ماشية مظبوط، الغنم زايدة بمعدل من 6-7 كيلو، لو اديك 28 كيلو بعد 15 يوم يبقى ان شاء الله الغنم كويسة، هتديك اخر الشهر هتديك 31 كيلو اخر شهر، يعني الخروف يبقى زاد بمعدل 6 كيلو في الشهر، ده بالنسبة للغنم البرئي، طبعا الغنم الرحماني والفلاحي بتزيد اكتر من كده، بتوصل ل10 كيلو، بتوصل ل10 كيلو بس من بعد وزن ال30 كيلو، من بعد وزن ال35 كيلو كمان. المهم وزنت وطلعت طلع الوزن 28 كيلو ونص، تمام، لا انت واخد متوسط 25 كيلو
وطلع لك بعد 15 يوم الغنم متوسطها 26 كيلو. بعد 15 يوم 26 كيلو، 26 كيلو ونص، 27 كيلو، لا ما تنفعش. طيب هتشوف ايه بقى، العلف ولا الغنم؟ هتعرف ازاي بقى العلف ولا الغنم؟ ما ممكن تكون الغنم هي اللي تعبانه والعلف كويس. لو من وسط ال 20 خروف، عشان كده بقى لازم يكون عدد، لو طلع منهم على الاقل 7 8 على الاقل من وسط ال 20 7 8 حتت، لان ممكن يكون عندك الغنم اغلبها تعبان، فاحنا بنقوله على يعتبر اقل حاجه، على الاقل 6 7 قطع، 6 7 خرفان متوسطهم بقى 28، يعني زادوا في ال 15 يوم زاد لهم على الاقل كل واحد زاد له 3 كيلو. يعني بقى التلاتة ممكن يكون اكبر من 25، ممكن اقل من 25، احنا بنتكلم على متوسط الكل، لكن انت تكون عارف ميزان كل واحد. لو بتمزرعه صح بتعلق دبل في الودان، وبتعرف كل واحد برقمه ووزنه، انك انت لازم تكون عارف وزن كل واحد مديله رقم. فعلى الاقل لو فيهم 7 قطع زادوا في ال 15 يوم كل واحد زاد 3 كيلو، يبقى كده ان شاء الله العلفة مظبوطة. بس الغنم اللي فيها المشكلة، تعالج الغنم، تجرحها، تكون عاوز فيها مشكلة، فيها مشكلة في الديدان، عند فيها ديدان ولا حاجة، هتحتاج جرعة وإبرة ايفوماك، تحتاج شربة وإبرة ايفوماك، وان شاء الله تتظبط معاك. لا ما لقيتش في العشرين خروف، ما لقيتش واحد ولا اتنين هم اللي زايدين 3 كيلو في ال 15 يوم، لا تبقى العلفة هي اللي تعبان، العلفة هي اللي تعبان، لان واحد ولا اتنين برضك في غنم بتبقى شهيتها مفتوح زيادة عن اللزوم، بتاكل في العلف البروتين قليل، بتاكل بكميات كبيرة بتعوض نقص البروتين بالكمية. فلا لو لقيت حتة ولا اتنين بس في وسط العشرين اللي زايدة 3 كيلو في ال 15 يوم، لا تبقى العلفة هي اللي تعبانة، لازم ينضف لها حاجة تزود نسبة البروتين، لان البروتين هو العامل الاساسي المسؤول عن النمو. انت لو هتاكل ذره حاف هيزيد، بس مش هيزيد بمعدل العلفه اللي يكون بروتينها 17 او 18%. فدي تعرف ان العلفه بتاعتك بروتينها ناقص وتصلح العلفه. الغنم ممكن تكون هي مظبوطه بس العلفه هي اللي تعبان، العلفه تكون هي اللي تعبان.
لأنه صعب طبعا يكون العشرين خروف مع بعض كلهم تعبانين إلا إذا كانوا واضحين بالعين، إلا إذا كانوا واضحين بالعين إن الكل تعبان. لا، في الحالة دي بقى الغنم كلها تعبانة، تعالج الغنم الأول. وعلى فكرة الطرة دي نسيت أقول نقطة مهمة، صحيح قبل ما تبدأ التجربة لازم تكون غنمك متجرعة، واخدة شربة، واخدة أيفوماك. الكل لازم يكون واخد شربة واخد أيفوماك، نقطة مهمة معلش عشان ايه تصلح الطريقة. في الأول احنا قلنا الغنمك تكون متعودة على العلف، زائد انها تكون متجرعة ضد الديدان، يعني واخدة شربة واخدة إبرة أيفوماك سوبر، عشان خاطر تتأكد ان الغنم نظيفة من الداخل، على العلفة تكون رايحة في اللحم. وكل الطريقة زي ما احنا قلناها كده مظبوط، الغنم كلت كلها مظبوط، زادوا على الأقل 7-8 حتت، يبقى ان شاء الله العلفة مظبوطة، بس الباقي ممكن يكون هو اللي فيه المشكلة الغنم. اما لو الغنم كلها ما زادتش وانت غنم مجرعها مظبوط، لا يبقى كده العلف بتاعك هو الوحش، بتعدل العلف بتاعك. وان شاء الله هنكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله، وان شاء الله الفيديو القادم يعني هنحاول الفيديوهات، يعني ما فيش فيديو محدد المرة الجاية، وعاوزين نخش في المجال الأدوية والعلاجات، الأمراض الأمراض والأدوية، بس احتمال فيه كام فيديو كده صغيرين، يعني ممكن الناس كانت طلبت طريقة الحقن، طريقة حقن الأغنام عضل وتحت الجلد، وإن شاء الله ممكن نعمل فيديو المرة الجاية إن شاء الله، ممكن فيديو قصير كده عن الإضافات برضك. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنحاول، معلش على التأخير طبعا في الفيديو ده، إن شاء الله هنحاول في الأيام الجاية، والله هي انشغالات بس والله مش أكتر يعني، بس إن شاء الله هنحاول نستمر على طول بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.